السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تقنية شرح الترمبل كونكت. هو موقع بينظم الشغل بتاعك وإدارة المشروع. بتلاقي هنا الجزء ده بتاع الداتا، بتشوف الملفات بتاعة المشروع، تقدر تفتح أي ملف بدون الحاجة الإنترنت، تقدر تشتغل على سكتش أب أونلاين بدون ما تسطبه. هنا أكتيفيتي بيبدأ يقول لك إيه آخر حاجات اتعملت، بحيث برضو تبقى عارف اخر واحد مثلا لغى الملف دوت بدون قصد، حد مثلا اضاف حد، مين اللي اضاف الشخص الجديد دوت. فتقدر تتابع المشروع من خلال الاكتيفيتي، وتقدر تعمل فلتر تقول مثلا عايز حاجات خاصة بالفايلات، حاجات خاصة بالفولدرات، فيبدأ يجيبهم لك. طيب تو دو هنا بقى بيقول لك الحاجات اللي مكلف بيها الاشخاص. تقدر مثلا تقول له انا عايز نيو، وتكتب بقى الحاجة مثلا، وليكن مثلا تشيك، وأساين مين المفروض هيعملها. تمام، وممكن تضيف بعض التفاصيل زي البريورتي، دي حاجة كريتيكال، التاريخ بتاعها، التايب، التاج، يريدوس انتر، وأقول له بقى ايه سيف التايتل والديسكريبشن، حاجات لازم تكتبها. فيبدأ يحطها وهيبعت للشخص ده ايميل وهكذا. لو جيت على واحدة فيهم ودوست عليها هيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيها. ممكن تعمل لها اكسبورت للملف بي سي اف او ملف اكسل، وده الديسكريبشن، ده التاريخ، ده التايب، ده البريورتي، الستيتس، الساين تو، خلص منها قد ايه. ممكن تقول له مثلا خلص منها مثلا 13%. فبيبقى فيه متابعة للتاسكات. ممكن تحط لها اتاشمنت، سواء مثلا تدور على ملف موجود او صورة او هكذا، تعمل اتاشمنت للشغل بتاعك.